بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام وأنتم بخير. اليوم 25/7/2021، إحنا بالجزء الأخير من الشابتر الثالث بمادة الـ Advanced Operating System. الشابتر الثالث بتحدث عن الـ Processes. شاهدنا أقسام الـ Process، كيف إنه البرنامج بيكون هو عبارة عن ملف مخزن. الآن بتعمل له كليك يمين وأوبن وإكسكيوت بتنفذه، فلما يتنفذ وصلنا إنه ممكن يتشارك مع بروسيس ثانية بإنتر بروسيس كوميونيكيشن. إذا متذكرين هذا السلايد، أنا أحضرته من سلايد رقم 25 بالشابتر، بتحدث عن عملية الشيرنج بين بروسيس وأخرى. فإحنا بنتحدث عن هاي الآلية. طب ليش بنتحدث عن هاي الآلية بالتفصيل وأخذت تقريبا نص الشابتر من المادة التعليمية؟ لأنه هذا بهم طالب الآي تي، إنه لما يعمل بروسيس هل البروسيس بتشارك مع بروسيس ثانية؟ وشفنا إنه البروسيس، أي بروسيس بالكمبيوتر بتكون هي child لبروسيس قبليها لبيرنت. فأنت أول ما تشغل البوتستراب، نذكركم بالقصة، أول ما تشغل البوتستراب الكمبيوتر الباور أون أو الباور أب، بيشتغل البوتستراب من الروم اللي بتكون مخزنة من المصنع، الفيرموير اسمها. هاي المصطلحات أنا بعيدها كثير لأني بجيبها بالامتحانات. فالفيرموير اللي هو، في عندنا سوفتوير هاردوير بنعرفهم. طب الفيرموير، فيرموير هي البرمجية الثابتة اللي بتم تعبئتها من قبل المصنع بالروم، وهي اللي بتعمل initializations لكل قطع الجهاز. كطالب كمبيوتر المفروض انك تعرفها. بعد ما تشتغل هي بتكون الأب لكل شيء، حتى الأب للويندوز، الأب لنظام التشغيل للأوبريتنج سيستم تاعت الجهاز. بيشتغل عندنا البروسيسز، كل بروسيس داخل الميموري بتتشارك مع بروسيس تانية بطريقتين، طريقة المسج باسنج، وطريقة المسج باسنج بتكون برمجتها من قبل الأوبريتنج سيستم، من قبل التيم اللي بيبرمج الاوبريتنج سيستم، او ممكن انت تتدخل ببعض الثريدز بالشابتر القادم بحيث انك تنظم عمليه استقبال او ارسال السند والريسيف للمسجز بتوين البروسيس الاولى والبروسيس الثانيه. وشاهدتوا المره الماضيه عملنا لكم برنامج بسيط في كلاس بموديول، وكلاس ثاني بنادي او برنامج ثاني بنادي الكلاس اللي موجود بالموديول الاول، وشفنا كيف احنا كوننا رابطه بين بروسيس اولى وبروسيس ثانيه على مستوى برنامج بايثون صغير بنادي كلاس ده من برنامج ثاني. القسم الثاني من التشاركيه الانتر بروسيس كوميونيكيشن، اللي هو البروسيس الاولى والبروسيس الثانيه، المبرمج نفسه داخل الرام بنظم عملية الاتصال. تقريبا هاي العملية هي مشابهة للعملية اللي عملناها بين الموديول الأول والموديول الثاني بالبايثون، وراجعوا الفيديو المرة الماضية. فالكيرنل الأوبريتنج سيستم ما له دخل، فأنت مسؤول عن إدارة الشيرد ميموري. إذا مهم موضوع الشيرد ميموري، مشان هيك أنا رجعت لكم سلايد. الآن شوف عمليات الاتصال. المسج باسنج، بلشنا بالمسج باسنج. لاحظ هو بلش بالمسج باسنج، والعنوان فوق اسمه مسج باسنج اللي على اليسار كانت، اللي هو مسؤول عنها مين؟ الكيرنل الاوبريتنج سيستم مسؤول عنها في منطقه الكيرنل الاوبريتنج سيستم. هاي الكيرنل بيعمل بافرنج بين البروسيس الاولى والبروسيس الثانيه، وبكون في كيو طابور للمسجات اللي بترسل، وبيحافظ الاوبريتنج سيستم على عمليه ارسال واستقبال بين البروسيس الاولى والبروسيس الثانيه. بشكل عام implementation يعني برمجة وتطوير وديفلوبمنت للكوميونيكيشن لينك لعملية الاتصال، يا اما بتكون على شكل شيرد ميموري، هاردوير باسز او نتوركس. طبعا هذول الثلاثة راح تاخذوا تفاصيلهم بمادة النتورك. اللي اخذ مادة النتورك ساعدنا بهاي التفاصيل. انا درست مادة النتورك بكلية الحسن بجامعة البلقاء قبل 3 سنوات بالفصل الصيفي. فمادة النتوركينج يعني عندنا، لأنه في قسم ثاني مسؤول عن مادة النتورك، مادة النتورك بتخش بهاي التفاصيل. اللي بدي أنا أشرحه من هاي الموضوع، مشان لما أنتوا تأخذوا مادة النتورك أو اللي أخذها يتذكر، إنه سواء كان الاتصال داخل المين ميموري اللي بنفس جهازك
أو بين ميموري وثانية بين جهازين موجودين على نفس الشبكة، أو بين جهازك اللابتوب أو جهازك الخلوي مع الشبكة الإنترنت مع خلينا نحكي نظام القبول والتسجيل بالجامعة، وبدك تحصل أنت على علاماتك بالمادة بعد ما تنزل علاماتك. قناة الاتصال ما بتاخذش وقت كثير إذا كانت عملية الاتصال عبر الشبكة مؤسسة والإنفراستركتشر الصحيحة. بالعكس عبر الشبكة بتكون أسرع من عبر الفيزيكال باسز، الهاردوير باسز داخل نفس الجهاز نفسه. الشبكة سرعتها أعلى بكثير. سأحكي لكم، في زميل إلي كمل ببريطانيا دكتوراه، كيف عمل الإيثرنت كارد سريع جداً، وعمل في رسالة دكتوراه أنه سرع الهاردوير تبع الإيثرنت كارد. فرح يجي لها. فهي المفاهيم كطالب كمبيوتر المفروض أنك تعرفها. الآن عملية المسج باسنج بتكون بما أنه كهاردوير كفيزيكلي كيف بتم وصلها، بتكون يا إما ثلاث أشكال، خلينا نقول ثلاث أزواج من أشكال الاتصال، يا إما بتكون دايركت يا إما إندايركت، مباشر أو غير مباشر. دايركت معناته واحد بيسلم لواحد وبنتظر فيه وبيعمل بلوكينج برمجيا حتى إنه تجي الرسالة ويقول له أنا استلمت، الثاني برد يرسل له أو هكذا. الإندايركت لا، هذا برسل لميل بوكس وهذا بأخذ من البيل بوكس، ما بيهتمش إنه وصله ولا ما وصله. سينكرونوس أو أي سينكرونوس، السينكرونوس تزامنياً، أي سينكرونوس مش متزامن، أوتوماتيك أو إكسبليسيت بافرينج. بيكون طبعاً هذولا طرق الإرسال والاستقبال. هنا النقطة الثالثة إنه عملية البافرينج، هاي إنشاء البافرينج سواء أنت أنشأتها كمبرمج أو أنشأتها الكيرنل الأوبريتنج سيستم، إنه عملية البافرينج يا إما بتكون مرنة فليكسبل أوتوماتيك أو إكسبليسيت، بتكون بالضبط مؤسسة بحجمها ومعروف قديش الحجم تبعها. إذن باقي الشابتر بتحدث عن كل تفاصيل هاي الأمور، وبالذات بتحدث عن هاي وهاي بالتفصيل، عن هاي وهاي بالتفصيل، الدايركت والإندايركت، السينكرونس والإسينكرونس، وبعدين بتطرق لعملية البافرينج وكيف بتم إنشاء البافرينج. البافرينج بحاجة أنت إلى قطعة هاردوير تستخدمها سواء صنعتها أو أضفتها إضافة على عملية الاتصال. خلينا نجي للدايركت كوميونيكيشن. الفكرة من الدايركت كوميونيكيشن واضحة، إنه في بروسيس وبروسيس قاعدين بيرسلوا، واحدة بترسل واحدة بتستقبل، فعملية الإرسال والاستقبال بدها تأسس أول إشي أنت قناة اتصال establish link، وبعد ما تعمل أنت establish link تبلش ترسل. لاحظ هنا هو جايب ومحضرنا، بعد شوي راح يجيب لنا segment من الكود تاعتهم، محضرنا system call اللي أنت بتناديه اللي هو send. البروسيس بي، البروسيس الأولى المفروض P1 وهون P2، أو هو مسميها P وQ على أساس يخفف علينا، P وQ وراء بعضهم. البروسيس الأولى B مش P قبل Q، P Q. البي البروسيس الأولى بدها ترسل المسج التالي وطولها مثلا 100 ميجا، فبتأسس قناة اتصال. طب لمين بدها ترسلها؟ للبروسيس الثاني اللي هي الQ. الQ بدها تستقبل المسج. بصراحة يعني الأمر واضح إنه بدهم يأسسوا قناة اتصال ويقول أنا بدي أرسل لك المعلومات وهذا بده يستقبل المعلومات. خصائص عملية الاتصال إنهم يأسسوا قناة اتصال أوتوماتيكية، يكون في عندنا one pair of communication process زي ما هو واضح هون عملية اتصال. الآن عملية الإرسال والاستقبال من ننتبه لها، ممكن تكون unidirectional بالدايركت، ولكن غالبا بتكون باي دايركشنال. هنا بدي اخذ انا اجابي على هذول المصطلحين، مره جبناهم سؤال وخربطوا الطلاب فيهم، فخلينا تكون بتودي ذهابا وايابا. اليوني عفوا خربطت، هو مخربطنا بها، حاط اليوني بالاول. ها طيب اليوني دايركشنال جست ون واي، اما الباي دايركشنال اتس تو واي. اوكي ممتاز، فواضح.
فممكن اذا عمليه الانتر بروسيس كوميونيكيشن بالمسج باسنج وبهذا الدايركشنال هو اصلا دايركت. البروسيس الاولى بترسل والبروسيس الثانيه بتستقبل، وهذا الحكي اللي حكته زميلتك رهف انه يوني دايركشنال، واحد بيرسل وواحد بيستقبل، او اثنين بيرسلوا واثنين بيستقبلوا. وضحت؟ اثنين بيرسلوا، ففي الان اذا الشانل بتكون فاتحه بالاتجاهين، واحد بيرسل واحد بيستقبل، والثاني بيرسل والثاني بيستقبل. الان الاندايركت، خلينا نيجي للاندايركت. فاذا عرفنا التفاصيل هناك، عاده الاكثر انها بتكون باي دايركشنال بالاتجاهين. فاذا لو رجعنا، خلينا نرجع لل كمان اذكر معلومه او نوضح معلومه. السهم لا يعني انه هذا بيرسل وهذا بيستقبل، لاحظوا السهم يعني ممكن يتغير شكله، بس هو على اساس واضح لنا انه البروسيس الاولى عملت اتصال مع الشيرد بفر ميموري هاي واخذت الرساله او ارسلت الرساله في الباي دايركشنال. الاكثر والغالبا يكون عاده هو باي دايركشنال، لكن ممكن انت تقيده اكثر وتبرمجه اكثر بحيث انه يصير يوني دايركشنال، واحد بيرسل والثاني بيستقبل فقط. فالحياة العملية، لو رجينا للحياة العملية، هي باي دايركشنال، انت بترسل مسج وهذاك برد عليك، برد يرسل لك معلومات بناء على المسج اللي انت ارسلته. الاندايركت، عملية الارسال بتتم على شكل موقع بسموه الميل بوكسز. كيف الميل بوكسز اللي انت بتعبي فيه المعلومات، وبيكون في بورت خاص، ورح ناخذ قدام شو يعني بورتس، وليش بدك تفتح البورت حتى لو في كوميونيكيشن بين الجهازين. بجزء المرة الماضية احنا وضحناها، بس اليوم راح نوضحها بالتفصيل، انه كل واحد، كل ميل بوكس له يونيك اي دي. الان انت ممكن انك تعمل اتصال لبروسيس معينة على الميل بوكس. كيف انت لما تيجي تعمل لي فيديو أو محاضرة، وهاي الفيديو أو المحاضرة بتيجي بترفعها على الجوجل درايف لأنه حجمها كبير، نفرض 1 جيجا أو 0.5 جيجا أو 500 ميجا، أنت بتعطيني لإيميلي، بتعطيني صلاحية authorized إني أنا أوصل لهذا الفيديو وأحمله عندي أو أسحبه وأعمل له داونلود أو أعمل له عرض أو أعمل له شو. فهاي الجملة بتحكي هذا الاشي، processes can you communicate only if they shared a mailbox. فإذا بتشاركوا باليونيك اي دي للميل بوكسز في منطقة زي الجوجل درايف، زي الميل بوكسز الآن إلها يونيك اي دي، أنا بعطيك لينك عليها. الآن بما أنه صار في عندنا منطقة اللي هي زي الميل بوكسز، وسيلة الاتصال، العملية تأسيس الاتصال، إذا البروسيس بدها تشارك كومونلي المنطقة هاي، a link may be associated with many processes، فبالتالي أنت مش two processes زي قبل شوي دايركت بين بروسيس الأولى والبروسيس الثانية. ممكن أنا أعمل بسموها بعالم النتوركينج برودكاستينج، أجي أنا أعمم لكل طلاب الشعبة هيا فيديو محاضرة اليوم، احضروا أعطوني فيدباك عليه، إذا فيه تغذية راجعة، أي سؤال على المادة التعليمية مش واضحة احضروه، هاي الميل بوكس أو الاي دي تعلل. وبالتالي أنا برسل لأكثر من بروسيس. برضو الآن الأهمية أنه السيرفر اللي مسؤول عن الميل بوكسز بعطي إمكانية لأكثر من بروسيس إنها تتشارك بنفس الملف وتقرأ لنفس المسج. يعني لاحظ أنتوا كلياتكم بتقدروا تدخلوا على نفس موقع القبول والتسجيل، وبنفس الوقت تعرفوا قديش كل واحد علامته، مع إنهن كلياتهن هن بنفس الملف، فكان أكثر من بروسيسز، أكثر من بروسيس بيقدروا يعملوا. الآن ما في داعي نشرح الباي دايركشنال واليوني دايركشنال، وضحت؟
لما زميلتكم وضحت لنا اياها باتجاه واحد او باتجاهين. لو انا عبيت العلامات في نظام القبول والتسجيل indirect، انت بتدخل على موقع العلامات وبتقدر تعرف علامتك، لكن مش معناته انا لما اعبيها لازم اعمل لك alert انا اليوم عبيت العلامات، مش شرط. انا بعبيها انت بتعرف مثلا الاعتماد ب 15/8، بعد الاعتماد بيوم بتروح تتفرج على علامتك هل هي فعلا قد ما اجتك ورقه الامتحان او في نقص او في زياده، على اساس تناقش اذا كان في خطا. هي indirect. طيب كيف الدايركت؟ انت عندك حساب بنكي وفي بيجيك مسجات او ميل بوكسز او اي ليرنينج او اي الارت سيستم، فانت بدك دايركت شنل ودايركت اليرت يجيك. مجرد ما نزل الراتب يجيك اليرت، يا محمد اليوم نزل الراتب، شوف راتبك هل هو صحيح ولا لا، وبودي لك مسج بقيمه الراتب وبتقدر تستلمه ولا لا، صح ولا لا. فهي دايركت، هاي بروسيس دايركت. البروسيس الثاني الاكثر دايركت بين بروسيس بين السند والريسيف، انه انت تروح على الاي تي ام ماشين وتسحب 20 دينار لك، لنفرض 1000 دينار بالبنك وسحبت 20 دينار، بيجيك دايركت مسج، وممكن تكون حتى ستيتمنت برينتر يطبع لك قسيمه بحسابك، بيقول لك الحساب الفلاني اللي رقم الحساب الفلاني أصبح رصيدك 800 دينار، تم سحب من الصراف الآلي رقم كذا 20 دينار على بطاقة الائتمان تبعتك اللي مصرح لها أنه تسحب ضمن الباسورد. فلاحظ direct communication. طب ليش direct communication؟ لأنه في أهمية للdirect communication. يعني هاي أفضل عمليات أنا بقدر أوضحها بالحياة العملية. لاحظ الindirect بتطلب port، لأنه البورت بدك تفتح القناة وبدك تفتح القناة للمصرح لهم، فبالتالي كل العالم قادر على أنه يوصل مركز المعلومات اللي فيه علامات الطلاب بالقبول والتسجيل، لكن البورت ما بفتح إلا للطلاب اللي معاهم باسورد للميل بوكسز تاع العلامات. وضحت البورت؟ كل العالم بيقدروا يشبكوا على موقع الجامعة، موقع الجامعة الببليك، لكن الأقسام الداخلية والإدارات الداخلية بالجامعة مش public. الطالب بيقدر يخش على الإيليرنينج حتى يشوف المادة التعليمية، بيقدر يخش على نظام العلامات حتى يشوف علاماته بوقتها. الآن المدرس كمان نفس الإشي له صلاحيات. البقية الببليك الجست اللي من برا بتفرجوا بس على موقع الجامعة، ممكن يحصلوا بعض المعلومات اللي مصرح لهم يوصلوها، لكن المعلومات اللي خلينا نقول فيها privacy وفيها confidentially بتكون على شكل port بتم فتحه للauthorized. من هون بيجي شغلك انت كطالب IT، كخريج IT، كيف انت بدك تعمل صلاحيات وتفتح البورت. بعد شوية راح نشوف كيف بدنا ندير عملية البورت. القناة الاتصال موجودة لكن انا حاجب عنك الخدمة، انت واصل للفاير وول تاع الجامعه لكن تقدرش تدخل على علامات الطلاب بابليكلي، وهكذا. فهيك بدنا نفهم الان كيف بدك تدير هذا الاشي. هذا انت بتبرمجه، هذا مطلوب منك انت كطالب اي تي. طبعا هو بعيد وبقول الاوبريشنز العمليه انه نعمل قناه اتصال المصرح لهم بيقدروا يدخلوا، بنعمل ديستروي للميل، بتسحب الايميل يعني ديستروي. العملية فيها شوية تقطع، يعني مش دايركت بريمتيف، وبجوز وردت بريمتيف بال 130، بريمتيف كثير بيستخدموها بهذا الكتاب. الاي بده يرسل رسالة والاي بده يستقبل رسالة، البروسس الأولى بدها ترسل رسالة والبروسس الأولى بدها تستقبل رسالة. لاحظ إنه البروسس الأولى بتعمل باي دايركشنال مش يوني دايركشنال. بالأول أرسلت رسالة وبعدين ردت استقبلت رسالة. طبعا أكيد في بروسس ثانية على الجهة الثانية بترد عليها أو أكثر من بروسس بردوا عليها. برضو بكمل على الاندايركت. لاحظ الاندايركت يعني الحياة العملية وكأنها هي اندايركت. بحكي لك في عندك بروسس 1 وبروسس 2 وبروسس 3.
تشاركوا بالميل بوكس اللي هو A، يعني هو هي عبارة عن رموز على أساس البروسس أولى أرسلت، الآن البروسس الثاني والبروسس الثالثة بدهم يستقبلوا. طيب مين اللي بده يأخذ الرسالة A؟ الآن هذا السيناريو، مرة جبنا سيناريو مشابه نفهم السيناريو هذا، مرة جبنا سيناريو مشابه بأحد الإجزامات، فمين اللي راح يستقبل؟ كيف أنت بدك تقرر كمبرمج للشبكة، أو خلينا نقول كإمبليمنتر وديفلوبر للشبكة، مين اللي راح يستقبل؟ البروسيس الثاني ولا البروسيس الثانية الثالثة للمسج اللي أرسلتها لبروسيس 1؟ بروسيس 1 أرسلت رسالة، طبعاً من نشره على مجال السيكوريتي هو إنه تشفرت ونعمل لها هاشينج على أساس أثناء السليفينج عبر الأسلاك أو عبر الشبكة اللاسلكية حتى ما حدا يقدر يخترق هاي الرسالة ويكشف محتواها. فالمسج إيه، مين اللي بده يستقبلها وكيف راح يستقبلها؟ الآن ممكن اثنين يكونوا معنيين باستقبال هاي، فأنت بدك تدير عملية الاستقبال للاثنين. ممكن واحدة اللي هي بروسس 2 مثلا في نفس الوقت إنها قابلة على التنفيذ واستقبال هاي الرسالة. ممكن arbitrary السيستم يختار مين هو اللي بده يستقبلها. طبعا هاي بخش فيها عالم الـ HPC الـ High Process Communication، High Parallel Process Communication. Arbitrary يعني بيكون في layer بينك وبين السيستم، بحيث انه ممكن يكون البروسيس، يعني خلينا نقول بدها اكسكيوت، ننتبه انه بدها تنفيذ. فهي اشتغلنا عليها بابحاث الدراسات العليا بالماجستير والدكتوراه، انه انت في عندك كلاستر اكثر من سليف، بحيث انه بعض السليفز بيكون عندهم او بعض الكلاسترات بيكون عندهم input output management أكثر، وبعضهم بيكون computing management أكثر. فبالتالي إذا كانت المسج بحاجة إلى computing، إلى عملية حسابات معقدة، منوديها على السيستم الفلاني بالشبكة بالnetworking، على أساس إنه بدها تعمل في عندهم high parallel computing وبيعملوا processing عليها. فإذا أنت arbitrarily بدك أنت تحدد مين هو اللي راح يستقبل هاي المعلومة حتى ينفذها، يستقبلها ونفذها. طبعا هذا يعني خلينا نحكي بدك تعمله بأبحاث متقدمة، بس برضو كويس أنه أنت تفهم شو نوع البروسس اللي أنت وديتها. البروسس هاي اللي أنت وديتها المسج A فيها عمليات execution بتتطلب CPUs، فبالتالي بدك توديها على مركز الـ High Parallel Computing. يعني خلينا نذكر هنا مثال عندنا من الجامعة، يعني إذا أنت احتجت إلى Input Output Communication بحاجة أنك تروح على سيرفر مثلا القبول والتسجيل، أو سيرفر مركز الحاسب حتى تعمل IO Management، لأنه في عندهم Infrastructures لعمليات تخزين وإدارة المعلومات. لكن إذا طلب منك High Parallel Computing فبدك تروح في سيرفر مخصص، الجي بي يو سيرفر موجود بإدارة حتى قسم الفيزياء، الفيزياء النووية عندنا مسؤول عنه دكتور بالفيزياء النووية دكتور عبدالله قطيش، ومجموعة من الباحثين البروفيسور عبدالله قطيش. فهذا السيرفر للHigh Parallel Computing بيستخدموا عليه الكوميونيكيشن العالي الهاي بارالل كومبيوتينج، فممكن انك تاخذ منهم. انا احتجت مره اني اعمل بروسس بحاجه الى 10 ايام للترافيلر سيلزمان، عملنا عليها بحث سيلزمان بيرسون بحاجه الى 10 ايام، اخذت من عنده بروسس كوميونيكيشن واعطاني لينك على السيرفر تاع الجي بي يو، وفعلا انا نفذته واعطاني النتيجه بدقائق. طبعا بعد ما استقرت عندي القراءات على البي سيز العادي، على السيرفرات العاديه اللي بموجوده مركز الحاسب تاعت الابحاث للدراسات الماجستير، ان شاء الله تدرسوا ماجستير كلياتكم، اضطريت اني انتقل انا للجي بي يو سيرفر اللي تابع للدكتور عبد الله، راسلته اعطاني
لينك واعطاني بورت واعطاني جست ايميل وبعدين صرت اعمل انا اتصال. حتى اذا صار معنا مجال ذكروني بندخل عليه وبنعمل رن له. وطبعا لو عملنا رن على الشاشه عندي ممكن يتاخر 10 دقائق حتى يعطيني على بروسس صغيره. فهاي هون يعني كتعليق حتى نفهم هاي المعلومه، بلاش تضل المعلومات جافه ما نفهم شو المقصود فيها، لانه بحاجه الى اكسكيوت. ظهر هون معناه انها اكسكيوت. اذا متذكرين دايركت ان دايركت، سينكرونس اي سينكرونس. الان السينكرونس والاي سينكرونس تزامني او غير تزامني، لاحظوا وكأنهن يعني حالة معينة من الدايركت والإندايركت، بتزامن أو مش بتزامن. الآن اللي بتزامن بتم إدارته من خلال بلوكينج. بلوكينج معناته أنا بأمن قناة اتصال وبظل أعمل عليها بلوكينج حتى يتم الاستقبال. النون بلوكينج معناته اسينكرونس، ما بروح بظل اعمل سند وبلوكينج انتل ذا مسج از ريسيفد. المسج اللي انا ارسلته وصلت ولا لا، استقبلها المستقبل ولا لا. النون بلوكينج هون انا مش معني، برسل الرساله وبكمل شغلي، اذا ظهر معي رساله ثانيه برد ارسلها. طبعا اكيد لما ارسل الرساله بعمل لها هيدر وبغلفها وبقول هاي الرساله لليوزر الفلاني هو القادر على فتحها ومعاه بنظام السكيورتي الكيز اللي بفتحها، لكن مش معني انه استقبل ولا ما استقبل. different communication possible اللي همه السينكرونس والاسينكرونس. السينكرونس بده بلوكينج والاسينكرونس نون بلوكينج. الان بحاجه الى رينزفاس. الرينزفاس اللي هو بحاجه الى بالذات البلوكينج، بحاجه الى عمليات خلينا نقول البلوكينج بسموها بالعربي موعد والتقاء حتى يكمل. بدنا هون التالي. الآن هو بده يخش ببعض السيجمنتس اللي موجودة بال operating system، فبقول لك producer consumer become tribal، وحكينا synchronization بحاجة إلى blocking، صح؟ بحاجة إلى blocking. فلاحظ هون هاي أول عملية إرسال. هون الجهة اللي بترسل المعلومات بتعمل producer بسموها، بتنتج المعلومات. البروسس الأولى اللي بتنتج producer عملت while through وظلت ترسل معلومات. هون الجهة الثانية اللي بتعمل استقبال للمعلومات بتظل تستقبل معلومات. فإذا في عملية blocking، يعني البروسس الأولى والبروسس الثانية في بيناتهم قناة اتصال، هذا برسل المعلومات وهذا بيستقبلها، وفي while loop. لاحظوا عملية blocking بيناتهم. While true، while true بعد ما أسسوا عملية الاتصال، true دائما بيظل هذا يستقبل هذا يستقبل وهذا يرسل 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 إلى ما لا نهاية، حتى طبعا يعملوا destroying للcommunication. الآن عملية الإرسال والاستقبال اللي صارت بين السينكرونس بالسينكرونايزيشن هاي بحاجة إلى عملية إدارة للبافرينج. البافرينج اللي بدهم يرسلوا إله المعلومات. عملية برمجة البافرينج ممكن تتم على ثلاث مبادئ رئيسية وانت بتقوم بادارتها كمبرمج، يا اما انه بكون بفر محدد او بفر غير محدد. وبدي واحد يقول لي شو زيرو كاباسيتي هاي بفرنج، قبل شوي ظهر معنا المصطلح وحتى ترجمناه بالعربي، مين بيتذكر شو هو المصطلح؟ شو موع شو
انه البروسيس الاولى بترسل فيش بفر، البروسيس الثاني بتستقبل الرساله مباشره في موعد والتقاء للسند والرسيف. فالبلوكينج بتتم من خلال انه السندر بينتج المعلومات وبيظل ينتظر حتى الرسيفر يستقبل المعلومات اللي ارسلها له. طبعا اذا كان في اجابه ممكن المستقبل يصير الان سندر ويرسل معلومات بالاتجاه الثاني، فما في بفر يوضعه في المعلومات بيناتهم. بينما الباوندد كاباسيتي في بفر وفي فاينايت لينكث، وهنا انفاينايت لينكث. مره جبناها كمان سؤال، مين بيوضح لي شو الفرق بين الباوندد والانباوندد بافر؟ جواب ولا يلا يا نور. اول شيء بدنا نتفق، يعني احنا جميعا الجميع اللي حاضرين، انه مصطلح الرينزفاس هذا فيه عمليه تسليم باليد بين البروسيس الاولى والبروسيس الثانيه. فالبروسيس الاولى بتنتج المسج وبتسلمها عبر قناه الاتصال للبروسيس الثانيه، فما فيش بفر يخزنوا فيه المعلومات. الان هون من هون لاخر الشابتر راح يدير هاي العمليه وبرمج هاي العمليه اللي بدها تحكي عنها نور. يلا يا نور خلي اول شيء بدي احكي عن الباوندد كاباسيتي والان باوندد كاباسيتي. الباوندد كاباسيتي من المسجز، فهسه احيانا لازم السندر انه يستنى اذا كان عندنا اللينك، يعني كان المسجات العدد فيها. الانباوندد مسجز بتكون انفاينايت، فعادي يعني ما بكون السندر ما راح يضطر انه يستنى شو ما كان عدد المسجات. ايوه، يعني هو كان في اتوقع تقطع بالكلام اللي حكته نور، خلينا نعيده مجمع اذا سامعيني. خلينا نوقف المايكات عند الطلاب على اساس يكون ما فيش تقطع بالكلام. طيب الان واضح من انه هي الها حد معين من الرسائل، لنفرض الرساله الاولى، الرساله الثانيه، الرساله ان، هاي الرساله ان 1 2 3 4 الى ان. فبالتالي الباوندد له سعه محدده، فبالتالي اللي بده يعمل بروديوسر، احنا قلنا السندر اللي مرسل بده يعمل بروديوس للمسجات، بده دائما يشيك في مجال انا ارسل على البفر ولا تعبى البفر. قديش عدد الان، لنفرض كل مسج حجمها 100 ميجا، المسج الاولى الثانيه الثالثه 10 مسجات 1000 ميجا مثلا. الان قديش انا ارسلت 1 2 3، الان راح يكون في عداد يتابع كم مسج موجوده. طبعا الكونسيومر راح ياخذ المسج الاولى يستهلكها ويفرغ مكانها الاوبريتنج سيستم مشان بعد شوي تستقبل المسج الثالثه والرابعه والخامسه. فاذا راح نلاحظ احنا في عمليه الباوندد انه دائما بتابع هل انه وصل العدد الكلي للبفر فاينايت. انفاينايت طبعا يعني هذا بالواقع مش موجود الا خلينا نحكي بالسيرفرات الضخمه، الانفاينايت ما بنتظر ولا بشيك. طبعا عملية التشييك بتاخذ وقت من عمليات البروسيسنج. والله أنا بدي أنتج، أنتج ولا ما أنتج؟ في مجال إني أرسل الرسالة ولا لا؟ بالحياة العملية. فإذا الإدارة صعبة في الباوندد كمبرمج. فعمليات الإدارة لهذا تمت من خلال خلينا نحكي الشيرت ميموري بوزكس. لاحظ البوزكس بلش يجيب لنا هو سيجمنتس من الكودز. خلينا ناخذهم بالتفصيل. هاي هون الانتر بروسيس كوميونيكيشن بالبوزكس بروديوسر. طبعا راح ناخذ احنا بعض السيجمنتس المره القادمه، يعني مش راح اجيب عليهم اسئله لما ناخذهم. لاحظ انه هذا عباره عن كود سي، صح ولا لا؟ كود سي، اللي ما برمج سي يعني بده يتعامل مع كود سي شوي يفهم، لانه متذكرين حكينا معظم السيستم كولز والبرمجيات اللي بالاوبريتنج سيستم بتكون مبرمجه على السي، وممكن بعضها الحديث يكون مبرمج على البايثون. هون على مستوى الكونسيومر، هون البروديوسر، هون الكونسيومر.
هون المنتج اللي راح يرسل المعلومات، وهناك الكونسيومر اللي راح يستقبل المعلومات. فبدنا ندرس تفاصيل شوي بهذا. لاحظ أرسل رسالة هلو وورد، وكيف راح يستقبلها. راح نيجي لتفاصيله. هون الشيرد ميموري اوبن اللي ظهرت معنا بهذا السلايد اللي بالأول، كيف إنه تم توظيفها. راح نأخذ هذا بالتفصيل. بأجهزة الماك هناك، كأنه كنا إحنا بأجهزة اللينكس والأجهزة الويندوز، خلينا نحكي أجهزة الماكنتوش، الأبل بيستخدموا المسج سند، المسج ريسيفد، والمسج ريبروديوس، البورت ألوكيشن. فتح البورت ألوكيشن وظهر عندنا اللوكال بروسيجر كول، الال بي سي مصطلح جديد، والكوميونيكيشن بين الكلاينت والسيرفر بحاجه الى سوكت وار بي سي و طيب خلينا نوقف هون. بالنسبه للنتوركينج اللي هي سوكت، اللي هي الطريقه اللي كل الابلكيشنز تتواصل فيها مع بعض عن طريق الانترنت. نعم، حسيت هاي أهم معلومة يعني. السوكت طبعا هو أصلا مبلش، إذا بتلاحظوا بموضوع السوكت. أول إشي لازم أنت تدير عمليات السوكت. تقريبا السوكت ببلشوا بيها جماعة النتورك، بحكي لك أنت ممكن يكون في بينك وبين الجهاز الثاني اتصال، لكن عملية الاتصال جهازك مش كومباتبل مع الجهاز الثاني، فانت بدك تبني سوكت بورت بالشكل هذا. يعني لاحظوا هو بيشير لك انه لو انك انت بنيت قناه اتصال وقناه الاتصال غير مناسبه، مش سوتابل للاتصال، لانه هو عنده مدخل ثلاثي وانت عندك مدخل ثلاثي بشكل ثاني، واحد امريكي وواحد بريطاني او واحد اوروبي، فبالتالي انت بحاجه الى انك تغير السوكت حتى يتعمل. او ممكن يكون السيرفر، فبالتالي ممكن يكون السيرفر يعطيك لسنر لكل أنواع السوكتس اللي موجودة في العالم. طبعاً حتى أزيد على الحكي اللي حكاه زيد، الآن واضح إنه أنت بالسمارت فون تاعك ومركز الحاسب، خلينا نعتبر اللي بالجامعة اللي فيه علامات الطلاب، في اتصال. الاتصال الآن بيعمل رومينج مع البرج اللي أنت موجود عندك بالقريب من بيتك، أو قريب من عملك، أو قريب من، ممكن تكون رايح رحلة مثلاً على العقبة أو على البحر الميت، أو رايح رحلة مثلاً على عجلون بعطلة العيد وبدك تشوف في مثلاً معلومات، في علامات، علاماتك. الآن الرومينج اللي بيعملوا إليك البرج، أنت بين تليفونك، هاي الوايرلس كوميونيكيشن برضو درسناها مادة الوايرلس كوميونيكيشن، بين تليفونك والبرج اللي انت بتكون موجود قريب منك ضمن العشرة كيلو او العشرين كيلو بمنطقة عجلون، بيعمل لك وايرلس كوميونيكيشن. لكن عند البرج برجع الاتصال ارضي، البرج بأخذ المسج منك وعبر الشبكة بوصلها ارضي لمركز الحاسب بالجامعة، فبالتالي بيتم الرد لعند البرج وبعطيك المعلومة. لكن انت لما تكون عند البرج وأرسلت المعلومة وتأخر الاتصال وأنت ماشي، خلينا نقول بقطار، وبعد شوي وإنك أنت صرت بجرش أو صرت بإربد، فمن عجلون صرت بإربد وبدك الآن تستقبل المعلومة، كم برج أنت تحركت بين رحيلك من عجلون لإربد أو بين إربد وعمان؟ فهاي كان متخصص فيها زميل إنا، الله يسهل عليه، علي، كان يعمل رومينج واتصال للستريمينج. بيقول لك انت طالع من بريطانيا وبدك تدخل على اسبانيا وعلى فرنسا عبر الشبكات الشنجل بسموها باوروبا، انت بدك تتعامل مع اكثر من انفراستراكشرز. لما كنت ببريطانيا في عندك انفراستراكشرز واتصال معين، الان لما دخلت الانفاق وبالقطار السريع ودخلت على اسبانيا وفرنسا والمانيا، وبدك تظلك عامل اتصال بنفس الموقع وتستقبل مثلا ستريمينج لفيديو طويل مدته ساعه، وبدك تحضر هذا الفيديو بدون تقطع، كيف بده يعمل لك بافرنج وستريمينج
مع اختلاف مش بس الابراج لنفس شبكه زين، شبكه وثانيه ودوله وثانيه وانفراستراكشرز وثانيه. فهون بخش عمليات اداره الوايرلس كوميونيكيشنز والسكوت اللي حكى عنها زيد، طبعا هذا عالمنا فيهم الاي بي في 4 والاي بي في 6. نعم الاي بي في 4 والاي بي في 6، ممكن تعطينا بالضبط شو الفرق بين الاي بي في 4 والاي بي في 6؟ الفرق بانه الاي بي في 6 اطول على اساس انه ما انه يكون في زي وفره اكثر بالاي ديز، يعني انه مثلا الاي بي في 4 اقل. هذا اللي انا بنتظره منك بعد ثوره الاتصالات الحديثه اللي ظهرت، خلينا نقول بعد سنه 2000 ظهر عندنا الاي بي في 6 الناف 6، كنا نسميها الناف 6، وصار في عندنا سنترات عالميه. طبعا بدل البورت الاي بي ادرس صار الاي بي ادرس طويل على اساس يستوعب كلياتكم اخذتوا الكلاود كومبيوتينج والاي او تي الانترنت اوف ثينكس، بحيث انه الشبكه صارت مش انت بس جهازك اللابتوب او جهازك السمارت فون موصول وله اي بي ادرس، صار الكاميرا او السبعه ثمان كاميرات اللي بالبيت عندك كل واحده لها اي بي ادرس وبتقدر تدخل عليه. فثوره الانترنت اوف ثينجز الاشياء كلها لها اي بي ادرس، والاشياء بتتخاطب مع السمارت فون تاعك وبتعطيك اليرتس باللحظه اللي انت بدك تتدخل، ممكن ترد او ما تردش. فخلينا نجيبها مثلا على مثلا زيد بدرس باربد، موجود هو بالسكن باربد وإله بيت أو إله بيت أهله بعمان وأهله مسافرين مثلا بدبي، عليه سبع كاميرات، سبع كاميرات بيقدر يتفرج عليهم من الآي بي أدرس للكاميرا الأولى والثانية والثالثة لغاية الكاميرا السابعة، يعني بس على مستوى كاميرات بالبيت، بيقدر من خلال السماعات اللي موجودات حوالي البيت يخاطب مثلا ابن جيرانهم إذا قرب على البوابة الرئيسية. شو يا محمد بدك؟ بيقدر يخاطبه ويحكي معه. ممكن لقدام شوي محمد يقدر من خلال مثلا مايكروفون مربوط مع الكاميرا يقدر يسمعه ويحكي معه. ممكن مثلا إذا كان في لص بده يجي على الباب البيت بعطيه alert system الانترنت of things. فالآي بي أدرس قفزوا من الآي بي 4 الآي بي في 4، صح ولا لا يا زيد؟ مظبوط دكتور. النظام القديم هذا إلى الآي بي في 6 اللي بيكون أطول حتى يستوعب كل الانترنت أوف ثينكس، واللي بيسموه الآن الجيل الفايف جينيريشن والسكس جينيريشن، بيجهزوا حالهم للسكس جينيريشن على أساس كل الأشياء اللي بالعالم تكون مربوطة عبر الانترنت، وخش عالم الاي اي الارتفيشال انتليجنس بتحليل المعلومات، لأنه الإنسان بيقدرش يلحق على كل هالمعلومات، هو بحاجة إلى معلومة معينة الارتفيشال انتليجنس ممكن يحلل له اياها سيرفر الارتفيشال او سيرفرات الارتفيشال انتليجنس، واقول له الان يا زير تدخل الكاميرا الرئيسيه صار عليها شيء. بعد شويه ممكن نلاحظ انه الحركه اللي صارت بالليل هي عباره عن حركه من قط او بسه او حيوان صغير، فبالتالي ما في داعي زيد يتدخل، عادي امور عاديه. طبعا بدك تعمموها على الامور الاكثر حساسيه، خلينا نحكي بوردرينج حدود بين دول، وما فيش داعي يتدخل العسكري بخلينا نقول مر قط أو حيوان بالمنطقة الحدودية. وبهذا الوقت أخذونا على الحدود، وإحنا بأمريكا بأريزونا، أريزونا قريب 20 كيلو من المكسيك، أخذونا على الحد الفاصل بينهم وبين المكسيك وورجونا الحد وكيف بصير الاتصال وأجهزة المراقبة الليلية كيف بيطلعوا بعد الساعة 6 مساء المنطاد اللي فيه الكاميرات الليلية اللي بتصور المنطقة الحدودية، بيطلعوا المنطاد لمسافة 15 كيلو فوق الحد على أساس المتسللين عبر البوردرز يتم مراقبتهم، والأجهزة الحرارية اللي بتقيس هل هو هذا حيوان ولا إنسان اللي بده يعبر الحدود ويعبر الشيك، وبصير التحليل للصورة الحرارية بالليل. فبدناش نخش بتفاصيل كثيره، بس يعني زيد وضح لنا التي سي بي واليو دي بي. طبعا في نظام اتصالين تي سي بي واليو دي بي، راح نجي لهم بالتفصيل. التي سي بي واليو دي بي، التي سي بي اكثر اهميه في كنترول بروتوكول، اليو دي بي
وكأنه أنت بدك ترسل فيديو، والفيديو هذا ممكن يكون متقطع بتجمعهم فيما بعد وبتوصلهم. راح نشوف TCP/UDP. هون في عندي مثال أنا راح أجربه، وهيك بنكون كملنا الشابتر نظريا، لكن راح نرجع له عمليا الأجزاء هاي السوكت والRBC واليو دي بي سي والTCP.